مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة إلى هذه التغطية المستمرة، ونحن نتابع مجريات الأحداث على الساحة الفلسطينية وحدودا، وخصوصا ما يجري في قطاع غزة من مجازر بشعة يرتكبها العدو الصهيوني ليل نهار أمام مرأى ومسمع العالم ضد المدنيين العزل. هناك إلى الآن 797 شهيد حتى اللحظة، وأكثر من 5000 جريح، والعديد من المنازل دمرت، العديد من الأسر شردت. والحديث اليوم مع ضيفتي العزيزة الأستاذة إلهام نجيب، عضو الهيئة الإدارية لجمعية الأقصى باليمن، وأيضا عضو مؤتمر الحوار الوطني. مرحبا بك أستاذة إلهام. أهلا وسهلا بكم. أستاذة إلهام، لا يخفى على الجميع ما يحدث في قطاع غزة على وجه الخصوص من جرائم بشعة ترتكب من قبل العدو الصهيوني، كل يوم ارتفاع لعدد الشهداء والجرحى، اليوم تحديدا 109 شهيد في قطاع غزة. الكلمة لك أستاذة إلهام، وماذا ستقولين من كلمة، ونحن نتابع جميعا عبر شاشات ووسائل الإعلام المتعددة هذه الجرائم البشعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين. أما بعد، أولا خواتي مرضية على جميع الحاضرين والسامعين إن شاء الله تعالى. أمين. عفوا. الحقيقة أن غزة هي النبض الحي في الأمة. نعم. ولهذا ما يحدث لها الآن من 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 قصف ومن تدمير ومن عدوان صهيوني إسرائيلي بغطاء دولي. يعد اعتداء على الأمة وليس اعتداء على غزة وحدها فقط. نعم. والجرائم التي تحدث يعني نحن اليوم في اليوم 18 من العدوان على غزة. نعم. خلال هذه الفترة تم قتل كثير من الأطفال، كثير من النساء، دمرت أكثر من 15,000 بيت بشكل جزئي، أكثر من 1,000 بيت بشكل كلي، دمرت مساجد، دمرت مؤسسات حكومية، دمرت بنية تحتية، لا كهرباء، لا ماء، لا غذاء، خوف، هلع، فزع، والعالم يتفرج. نعم. ما الذي يمكن أن يقال في مثل هذه الأحوال غير أن هناك ظلم عالمي تكاتف تماما على غزة. صحيح. وتآمر تماما على غزة، بل ومؤيد للعدوان الإسرائيلي على غزة بأن يزيدها تنكيلا وضربا حتى يمحي أثرها من الخارطة. فالعدوان هذا عدوان بشع، عدوان ليس له أي توصيف، لا في حقوق الإنسان ولا في حقوق الحيوان ولا في حقوق الجماد. نعم. ولهذا نحن أنا يعني كعضو حوار في حقوق وحريات وناشطة في العمل الحقوقي منذ أكثر من 15 عام. نعم. أرى أن جميع معاني حقوق الإنسان والحريات الإنسانية والكرامة الإنسانية حرمت منها غزة، لأن غزة تقاوم من أجل الحرية منذ القدم، ليس فقط الآن. يعني نعم نعم، منذ أن صارت غزة مقاومة. نعم. أو منذ أن احتلت غزة بالأصح، يعني أن نعم. غزة لم تقاوم إلا عندما أصيبت بالاحتلال. فمنذ أن حل الاحتلال بهم لم يكن أمامهم، لم يكن أمام الغريق إلا إما أن يموت أو أن يتعلق بقشرة، فكان ما أمامهم إلا أن يقاوموا وأن يشتد ويستد مقاومتهم. بدأوا بالحجارة ثم تصاعدت الأمور، والحاجة هم الاختراع كما يقولون. نعم. نعم. طيب أستاذ إلهام، لماذا برأيك يعني كلما فشل العدو في الضرب على المقاومة والانتصار على المقاومة لجأ إلى مثل هكذا جرائم ويستهدف الأبرياء؟ هناك نحن الآن نتابع استشهاد أطفال، استشهاد نعم. نساء كبار السن. نعم. منازل تدمر، أسر تشرد. نعم. يعني لماذا يلجأ العدو برأيك إلى مثل هكذا الأعمال البشعة التي لا يرضاها لا العرف ولا القانون؟ قبل أن نتكلم عن الدين وعن لأنهم لا دين لهم بالأصح. صحيح. لكن إذا ما تكلمنا عن العرف والقانون وأيضا الحقوق الإنسانية في العالم، أعتقد لا 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 أحد يرضى بهذه الجرائم البشعة. أخي الكريم، هناك مسمى ومصطلح متعارف عليه يسمى المشترك الإنساني. المشترك الإنساني يضع تحت مظلته كثير من الاحتياجات الإنسانية البشرية، منها الملبس والمأكل والحرية والأمان والاستقرار والعدالة والكرامة الإنسانية، أشياء كثيرة يتساوى أمامها جميع البشر، جميع الناس، ولا يجوز لأحد أن يحرم أحد من هذه المسميات أو من هذه الحقوق والحريات.
للأسف في غزة حرموا من كل هذا، بل والآن العالم يصيح ضد غزة، لماذا تضربي إسرائيل؟ نعم. يعني الآن نحن نترك الجلاد ونطالب المذبوح والضحية بأن يتوقف عن الصوت أو الصريخ أو المقاومة أو أن يدفع عن نفسه الألم والوجع. نعم. ميزان مختل، ميزان مختل لا قيمة للمعاني الإنسانية في غزة، ليس لهم أي حقوق، وبالتالي المشتركات الإنسانية التي نحن نتكلم عنها بغض النظر عن الدين، نحن نعرف تماما أن المشترك الإنساني محترم، محترم لأن الإنسان بيظل بقيمته كإنسان له كرامة وله قيمة وله إحساس وله احترام. نعم. وبالتالي له حقوق إنسانية. صحيح. أن يعدم كل ذلك على أهل غزة، هناك سؤال للمجتمع الدولي، لماذا تعدم على أهل غزة كل هذه الحقوق؟ نعم. مستشفى الأقصى الذي بناه بان كي مون في عفوا مدرسة بيت حانون اليوم، نعم، التي تم ضربها الأوبرا، تم ضربها تحت مسمع ومرأة من العالم كله، لم يحدث أن الأمم المتحدة رفعت صوت واحد، مع أن هذه المدرسة تتبع الأمم المتحدة، تتبع الأونروا. صحيح. والأونروا هي تابعة الأمم المتحدة على أساس أنها تغيث غزة، وكالة الغوث. أين وكالة الغوث؟ لماذا لا تعترض؟ لماذا لا تقول هذا مكان للتعليم الطلبة، هذا مكان للمستشفيات، هذا يعني الأماكن المدنية لماذا تضرب؟ نعم. إذا كنتوا تريدون أن تضربون اضربوا القسام أمامكم. لماذا تضربون النساء والأطفال والشيوخ والمرضى والعجزة والجرحى، حتى المقابر نبشوها؟ إذا أي كرامة إنسانية أو أي حقوق إنسانية أخي أنت تتكلم عنها في وقت لا قيمة لحقوق الإنسان في غزة؟ كل شيء منتهك وكل شيء حلال، ولا حرام أمام اليهود والصهاينة، ولا أي شيء حرام أمام إسرائيل. نعم. وبالتالي من حق كتائب القسام أن تضرب بيد الحديد بما استطاعت وبما تمكنت من مقدرات ومن إمكانيات ومن أسلحة، وأسأل الله عز وجل أن ينصرهم ويوفقهم. نعم. يعني نحن أمام فشل واضح. هناك قناة إسرائيلية وهي القناة العاشرة تحديدا، نعم، يعني سألت الجيش العدو الصهيوني، أنتم تقتلون الأبرياء، تقتلون الأطفال؟ يقولون نعم، يعني يعترفون أنهم بالفعل لم يستطيعوا أن يقتلوا جندي واحد من جنود المقاومة، فقط يلجؤون إلى مثل هذه الأعمال البشعة ضد المدنيين العزل. أخي الكريم، القانون في إسرائيل يخدم إسرائيل. نعم. والقانون في إسرائيل هي التي تتحكم به، وهي التي تتصرف به، وهي التي تصنع به الحلال والحرام والممنوع والمسموح. ولهذا لا تخاطب إسرائيل لماذا تفعلي هذا. إسرائيل إذا كانت في يوم من الأيام داست على ناشطة حقوق إنسان أمريكية لدولة عظمى راعية سلام عالمي أمريكا، ناشطة حقوق إنسان جاءت تدافع عن غزة، فداست عليها الدبابة الإسرائيلية وسوتها بالأرض. نعم. ولم يستطع أهلها إلى اليوم أن يأخذوا حقا أو باطل من إسرائيل. صحيح. لا قانون فوق إسرائيل، إسرائيل فوق القانون، فوق النظام، فوق العدالة، فوق كل القيم، فوق كل الحقوق. الحق الأول والمعترف به هو إسرائيل. نعم. فإذا أمنت إسرائيل ورضيت إسرائيل، يأخذ البقية ما تلملم له وما بقي من فتات إن سمحت إسرائيل. نعم. ولهذا لا تتحدث عن قانون أمام إسرائيل. إذا كان الآن السجون ملأة بالأطفال الفلسطينيين أسرى، أين حقوق الإنسان وأين منظمات المجتمع المدني وأين الذين يدافعون عن الأطفال وحقوق الطفولة ووثائق الطفولة التي تعلق على جدران الأمم المتحدة؟ لماذا لا تطبق في السجون الإسرائيلية ويطلق الأطفال من السجون الإسرائيلية؟ بل لماذا يعذبوا؟ التعذيب الذي يتعرض له الطفل الفلسطيني في داخل السجون الإسرائيلية يخرجه معتوه أو يبول تبول لا إرادي أعزك الله وكرم قدرك، أو أنه فاقد القيمة الإنسانية من الرعب ومن الخوف، أصبح عنده مرض نفسي لا يستطيع أن يواجه الحياة، لا يستطيع أن يعيش، لا يستطيع، أو أن يسقطوا في العمالة. صحيح. يصبح عميل لإسرائيل نتيجة الرعب والخوف الذي يصيبه من التعذيب. أين حقوق الإنسان؟ لا حقوق إنسان. من حق حماس ومن حق غزة أن تدافع عن نفسها. لا يستطيع إنسان أن يتفرج على هذا الوضع الذي عدمت فيه جميع أنواع العدالة الإنسانية. نحن لا نتكلم عن عدالة سماوية الآن، ولا نتكلم عن شرائع سماوية، نتكلم عن عدالة إنسانية عدمت فيها العدالة الإنسانية، ويطالبون غزة ألا تضرب على إسرائيل، ألا ترعب الآمنين المدنيين. ما الذي تفعلونه أنتم في بيوت غزة، في الشجاعية وبيت حانون وبيت لاهيا وشرق خان يونس وفي حي الرضوان، وفي ما الذي تفعلونه أنتم؟ تتفسحون،
تقدمون الحلوى لأهل غزة، تهنئهم تهنئهم بعيد الفطر أو تباركون لهم بالخواتيم. ما الذي تفعلونه أنت بداخل غزة؟ ما الذي جاء بك من بيتك وأنت منعم مرفه، جئت تضرب بالسلاح المتطور العالمي بدبابات متطورة وبأسلحة متطورة تضرب بيوت آمنة في غزة؟ ما الذي جاء بك؟ لماذا؟ برا وجوا وبحرا كم هي غزة حتى تضرب بهذه الطريقة؟ كم مساحتها أساسا؟ نعم. إذا أي قانون، عن أي قانون تتكلم يا أخي؟ لا تتحدث عن القانون مع إسرائيل، إسرائيل هي القانون، فإذا رضيت إسرائيل ما دونها ليس مهما أن يرضى أو أن يشرب البحر. نعم. طيب أستاذة إلهام، أيضا نحن أمام صمت عربي وخصوصا من قبل الحكام العرب، على الأقل كنا في الأيام السابقة أو في السنوات السابقة يعني نسمع عن قمم عربية أو بلا صح عبرية بين قوسين، لكن في هذه الحرب وفي هذه المعركة التي أسميت معركة العصف المأكول لم نسمع من حكام العرب أي تصريح يندد بالجرائم البشعة التي ترتكب أمام مرأة ومسمع الجميع. والله يا أخي الكريم، نحن في زمن تتساقط به الأقنعة الآن. نعم. أصبحت الـ 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 الأمور واضحة، وأصبح يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، من خذلهم هو الصديق والقريب والحبيب وابن جلدتهم. نعم. هذا الذي يخذلهم. نعم. لأنه لا يخذلك إلا من تؤمل فيه خيرا وتثق أنه سيكون معك في صفك. نعم. فإذا تركك أنت وفي مهب الريح معناها أنه خذلك. من الذي سيخذلك إذا كان من جلدتك، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء الذين خذلوا غزة وخذلوا حماس وخذلوا كتائب القسام، أما الذين خالفهم فكل من هو ضدهم، ونعرف تماما أن هناك الكثير من المجتمع الدولي ويساند إسرائيل ضد فلسطين. نعم. أو ضد المقاومة الفلسطينية. عفوا ما أدري. الآن نحن نتساءل لا نذهب بعيدا، يعني لن نرمح بعيدا في قضية الوطن العربي أو الإقليمي أو كذا، لأننا إذا تحدثنا سنرى أنه في فرنسا خرجت المسيرات مئات الآلاف. نعم. وفي مالي أعلن الحداد. تركيا وفي تركيا وفي ألمانيا وفي سويسرا. نعم. وفي السويد وفي النرويج، العالم الأوروبي كله يضج دقيقا، بل هناك ممثل بوليفيا في الأمم المتحدة يقول أين أنتم أيها الأوغاد للعرب؟ صحيح. أين أنتم؟ يعني هذه المذابح وهذه المجازر كلها لم تحرك لكم ساكنا وكأنكم جثث ميتة في حياة الدنيا؟ لماذا لا تتحركون؟ ما الذي يجعلهم يصمتون؟ لكن يتساءل هنا دول ثورات الربيع العربي، ما الذي قدمته وما الذي ممكن أن تقدمه؟ صحيح أن لكل دولة ما يشغلها وما فيها وما ومشاكلها الداخلية، ولكن عندما يدق الجرس في غزة يجب على الجميع أن يقف في الطابور ويستمع إلى هذا الجرس، هكذا أقول، لأن غزة هي قضية الأمة، هم يدافعون عن الأمة، عن شرف الأمة ودين الأمة وعقيدة الأمة ووجود الأمة. صحيح. فإذا انتهت المقاومة في غزة انتهت كرامة الأمة الإسلامية كلها، مليار ونصف من الأمة الإسلامية ستصبح لا تساوي شيئا وليس لها قيمة، ولهذا المقاومة آخر عرق من نعم الكرامة. هي النبض الحي في جسد الأمة الإسلامية. نعم. وعلينا أن نحافظ على هذا النبض الحي بكل ما أوتينا من قوة، لأن هذا من أوجب الواجبات الآن أصبح علينا. نعم. صار فريضة الوقت الآن أن نحافظ على هذا النبض، بغيره نموت. ولهذا نريد من داخل اليمن، من هنا أنا أوجه ليوم غد. نعم. لجميع شرائح المجتمع المدني، لجميع منظمات حقوق الإنسان، لجميع البشر الذين يشعرون أن للإنسان قيمة، بكل أطيافهم اليمنيين، بكل مشاربهم، بل بكل ضيوفهم، كل سواح اليمن، كل أجانب اليمن، كل من يستطيع غدا أن يخرج فليخرج إلى المسيرة. نعم. نحن عندنا غدا بإذن الله مسيرة، نريدها لا تكون مليون ولا مليونين، بل نريد، أتمنى الشعب اليمني كله يخرج، بل أتمنى أن تكون هناك فئات، فئة الأطفال وفئة النساء وفئة الرجال وفئة الشيوخ. نعم. حتى يرى العالم أن الشعب اليمني بكل طوائفه وبكل مشاربه وبكل أعماره بكل فئاته بكل طبقاته يرفض هذا. نعم. يعني جمعة غدا ليست جمعة ثورية فحسب. نعم. وإنما لكافة شرائح المجتمع بكل أطيافه السياسية والقبلية. نعم. والاجتماعية. نعم. نعم. ندعو الأحزاب السياسية، ندعو المكونات، ندعو الفصائل، ندعو كل من في 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 دمه وفي ضميره إحساس إنساني. نعم. ندعوه إلى الخروج غدا ويخرج غيره، تدعي جيرانها ودعي صديقاتها ودعي قرايبها وأولادها وزوجها ومن تعرف ومن تحب ومن يحبها،
فليخرج الجميع ابدا. صح. بل من عندها سياره فلتعين غيرها، من عنده سياره يعين غيره، كلنا نخرج، كلنا يعني كلنا نخرج من اجل ان ننتجه نحو غزه، نعلن بصوت واحد نحن مع غزه، اوقفوا العدوان عنها، اوقفوا العدوان عنها. ثورات الربيع العربي في تونس هناك انشطه رائعه جدا، وقد يعني اعلن عنها السيد المرزوقي، ويعني في اليمن ان شاء الله عز وجل، وان كانت ما زالت مقصره، ونطالب الرئيس من هنا. نعم. نطالب ان يحرك المجتمع الدولي من اجل التصويت لصالح غزه. نعم. لا نريد منهم شيء، نريد منهم ان يوقفوا العدوان على غزه، يصوتوا من اجل ايقاف الحرب. اليس هم يطالبون بعدم ضرب الكتائب لاسرائيل؟ نعم. فليوقفوا الحرب اذا. لا يستطيع الكتائب ان ينظر الى اهليهم يقتلوا ويدبحوا، بيوتهم تدمر، مستشفياتهم تدمر، اعراضهم تهتك، واسرائيل تضرب ويتطلعون اليها ويقول شكرا جزاكم الله خير اكثروا من ضربنا. لا يستطيع ان يفعل هكذا البني ادم. نعم. اذا اذا اردتم ان توقفوا العدوان عن اسرائيل، اوقفوا العدوان عن غزه، وعلى الرئيس عبد الرب وهادي ان يحرك المجتمع الدولي في هذا الاتجاه، ويطالب المجتمع الدولي في هذا الاتجاه من الناحيه الانسانيه، عليه ان يحرك هذا الامر. علينا ان نعلن حداد في اليمن، غدا يكون يوم حداد، نخرج جميعنا الى المسيرات والى الشوارع ونعلنها يوم حداد من اجل غزه ومن اجل الشهداء. انا اتوقع ان شاء الله باذن الله ستكون فعاليه عظيمه باذن الله عز وجل. نعم. اكراما لشهداء ودماء طاهره سفكت، واكراما لنساء رملت، واكراما لايتام شردت باذن الله. سيفتح الله عز وجل غدا نصرا مبينا من اليمن الى غزه. وهي رساله قويه ان الشعوب لا زالت حيه، يعني حتى وان اتخذ الحكام حكام الشعوب العربيه على وجه الخصوص، هناك ايضا شعوب حيه وتنبض حريه وكرامه، وان شاء الله النصر يتحقق ان شاء الله بايدي هؤلاء الابطال والشجعان في كل بقاع الارض. على كل حال استاذ الهام، دعينا نذهب الى فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصله النقاش حول مستجدات الاحداث في قطاع غزه بعد فاصل قصير. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وعودة إلى الحديث عن مستجدات الأحداث على قطاع غزة وما تشهد قطاع غزة من انتهاكات ومن اعتداءات غاشمة من قبل العدو الصهيوني ضد المدنيين العزل. أرحب أيضا مجددا بالأستاذة إلهام نجيب، عضو الهيئة الإدارية لجمعية الأقصى وعضو مؤتمر الحوار الوطني. أستاذة إلهام، قبل أن نعود إليك دعينا أيضا نأخذ عبر الهاتف الدكتورة سمية، موجود هي معي على الهواء، الدكتورة سمية الشرجبي عضو مؤتمر الحوار. دكتورة سمية السلام عليكم. للأسف انقطع الاتصال، يبدو أننا سنعود لدكتورة سمية الشرجبي لاحقا. أستاذ إلهام، كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند المبادرة المصرية، وإذا ما قارنا المبادرة المصرية أيام حكم الرئيس الشرعي محمد مرسي التي جاءت وفقا لشروط المقاومة الإسلامية حماس، والمبادرة المصرية الحالية التي جاءت طبعا في حكم رئيس الانقلاب السيسي، التي جاءت وفقا لرغبات إسرائيل، وهذه المفارقات العجيبة أستاذة إلهام. والله يا أخي الكريم الأمر طبيعي، لا هي مفارقات ولا هناك استغراب يعني، ولا أرى أن فيها علامة تعجب. نعم. كل إناء ينضح بما فيه، هكذا ببساطة. عندما تجد أن الشخص الذي يرعى المبادرة أو يرعى الاتفاق رجل مؤمن بقضية فلسطين، من الطبيعي أنه يأخذ لهذه القضية حقها. أما رجل باع الدار الآخرة من أجل الدنيا، إذا كان هذا السيسي قد قتل في ميدان رابعة ثم حرق الجثث. نعم. يعني أو قال هم قتلوا أنفسهم، طيب عندما قتلوا أنفسهم كيف أحرقوا أنفسهم؟ يعني هناك أشياء عجيبة حقيقة يستخفون بعقول الناس، وكأن الناس كالأنعام. العالم في صحوة، والأمة الإسلامية تحديدا في صحوة. نعم. لم يعد هناك من يستطيع أن يضحك على الأمة الإسلامية. صحيح. الأمور صارت واضحة. نعم. كالشمس في كبد السماء. السيسي من الطبيعي إذا كان
كما نسمع الله أعلم من أقربائه يهود. إذا كان رجل يعني قضى على الدولة الشرعية التي قالوا أنها ديمقراطية وقامت على أسس ديمقراطية، ثم العالم كله يتفرج على وانقلب على الرئيس الذي عينه. نعم. أصلا يعني كان وزير دفاع للشرعية، انقلب على الشرعية والعالم يتفرج وأمريكا تتفرج والعالم كله ينظر ويراقب ما الذي يحدث في داخل مصر. نعم. إلى متى تنظرون؟ لماذا في مصر نظرتم وراقبتم وذبحت الناس كالنعاج في الشوارع، وفي إسرائيل يموت شخص أو يؤسر أسير تقوم الدنيا ولا تقعد؟ لماذا قيمة الإسرائيلي أغلى من قيمة أي مواطن آخر من أي جنسية أخرى؟ نعم، إذا كان مثل ما قلت لك في بداية اللقاء، إذا كان الأمريكية داسوا عليها بالدبابات المركبة ولم يستطيعوا الأمريكان أن يحركوا ساكنا، نعم، وقالوا من حق إسرائيل تدافع عن وجودها، أي شيء تفعله إسرائيل من حقها تدافع عن وجودها، والسيسي جندي من جنود إسرائيل، نعم، وينفذ ما تراه إسرائيل وما يضمن لها الأمن القومي الإسرائيلي، هو يحرس إسرائيل، حارس من ضابط أو عسكري في حدود إسرائيل، هذا الذي تتوقع منه. نعم. طيب أستاذ الهم، سنعود إليك أيضا، دعينا نأخذ الدكتورة سمية الشرجبي عضو مؤتمر الحوار الوطني وهي معنا عبر الهاتف. دكتورة سمية، السلام عليكم. دكتورة سمية، السلام عليكم. أنا لا أسمعك دكتورة، أنا أرجو الشباب يضبطوا لي الصوت. دكتورة سمية، تسمعيني بشكل واضح؟ على كل حال دكتورة سمية، الآن الصوت تمام؟ الآن الصوت تمام. أوكي دكتورة سمية، نحن الآن أمام مشهد يندى له الجبين في قطاع غزة، جرائم بشعة ترتكب ليل نهار أمام مرأة ومسمع العالم. برأيك ما هو دور الأمة العربية والإسلامية وخصوصا حرائر اليمن ونحن في أرض المدد، ما هو الدور الذي يمكن أن نقوم به تجاه ما يحدث في قطاع غزة من جرائم بشعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة هو دور يعني الدور هو دور المواطنين كلهم، دور أبناء الإسلام كلهم، دور النساء والرجال، دور الأطفال، دور الشباب، الكل يحس بمعنى المقاومة في هذه الأيام. لكن قبل ذلك الحقيقة أنا حبيت أني يعني أشير يعني إلى بعض الدلالات، يعني دلالات المقاومة في غزة. أولا أن مقومات النصر في أمتنا هي مقومات عالية جدا. نعم. إذا أحسننا تحديد الهدف وخلصت النوايا، إذا كان هناك قطاع محاصر برا وبحرا وجوا يحقق هذه الانتصارات، ماذا لو اجتمعت هذه الأمة على أهدافها العليا؟ الأمر الثاني الذي أحب أن أشير إليه هو أنه يجب على هذه الأمة أن تتحرر من الولاءات الخاطئة، فلا يكون ولينا إلا الله سبحانه وتعالى. هناك دول تدعي أن لديها قوة وتهتف أنها ضد أمريكا وضد إسرائيل، وهي قادرة لو أرادت أن تزيل هذه إسرائيل يعني، ولكنها حقيقة مكبلة بالولاءات لغير الله سبحانه وتعالى ولغير أهداف هذه الأمة. نعم. النقطة الثالثة أن صمود غزة هو صمود مجتمع كامل، لأن غزة هو مجتمع يوفر البيئة المثالية للمقاومة. إذا كانت نصف هذه البيئة غير مقاومة لا يمكن أن يتحقق هذا النصر العظيم. فعندما يكون المجتمع برمته مجتمع مقاوم يأتي النصر. النقطة الرابعة التي أحب أن أشير إليها وهو أن الشعوب الإسلامية هويتها واحدة وانتماؤها واحد، ومن لابد أن تكون المفاهيم المتصلة بالأمن القومي و ما يتعلق بالذات بوجود إسرائيل لابد أن يكون الهدف فيها واضح، ولا يمكن أن نتخيل أن يكون الأمن القومي لأي بلد من البلدان هو في ضرب المقاومة. نعم. إلا إذا كانت هذه البلدان هي عبارة عن امتداد للكيان الصهيوني. الأمر الأخير الذي أود أن أشير إليه أن الشهداء الذين تقدمهم غزة كل يوم هم حجة على الأنظمة العنيلة التي عجزت حتى عن فتح الحصار ناهيك عن دعم المقاومة. يعني غزة هذه هي ليست محاطة بدول أوروبية، ليست في قارة يعني مش عربية ولا إسلامية، هي في القارة التي تقع فيها يعني الدول العربية والإسلامية. نعم. فأي عار على المسلمين عندما تكون يعني هذه المنطقة محاصرة بمثل هذا الشكل يعني الذي يندى له جبيل كل إنسان حر. ومن هنا أنا أعتقد أنه كل إنسان يملك يعني في داخله ذرة مقاومة وذرة كرامة
لا يمكن أن ينظر إلى غزة ويقف مكتوف اليدين. يستطيع الإنسان أن يأخذ من طعامه، يستطيع أن يأخذ من 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 قوته، يستطيع أن يمد العون لإخوانه حتى بالدعاء. إذا عجز عن أي شيء يكفيه الدعاء. تستطيع المرأة أن تربي أولادها على معنى العزة، على معنى الكرامة، على أن يكون من أجيالنا من يقاوم هذا العدو يعني الغاصب. ولهذا أنا أعتقد أن غزة اليوم هي تعطينا دروس في كافة الاتجاهات. شكرا لك يا دكتورة سمية الشرجبي، عضو مؤتمر الحوار الوطني، أشكرك على مداخلتك معنا حول هذا الخصوص. وأعود إليك أستاذة إلهام، كنا قد تكلمنا قبل أن نأخذ المكالمة من الدكتورة سمية الشرجبي عن المبادرة المصرية التي جاءت في حكومة الانقلاب العسكري في مصر والذي يتزعمه السيسي، وفي المقابل أيضا نرى مشاهد أيضا عجيبة. هناك العديد من المشاهير يرفعون صور للجندي الأسير لدى المقاومة ويقولون كلنا شالوا. يعني نحن الآن أمام أشياء غريبة وأشياء جديدة ربما على المجتمع العربي والإسلامي. تفضل يا أستاذ. الحقيقة عندما رأيت هذه الصورة التي تتحدث عنها حمدت الله عز وجل. نعم، لابد أن تتضح الصورة بشكل واضح وجلي للعالم أجمع. يعني نرى الفساق والراقصات والفجار والكلهم ينادون بالقضية الفلسطينية. نعم، القضية الفلسطينية يا أخي الكريم لا يستطيع أن يحملها إلا صاحب عقيدة، هكذا بوضوح وببساطة شديدة. نعم، عفوا، لا يحمل قضية فلسطين ويخلص لها ويسمد حتى النهاية إلا صاحب عقيدة. هكذا كان الدكتور مرسي. يعني الدكتور مرسي عندما جاء إلى كرسي الحكم يعني أعلنها أن قضية فلسطين هي قضيتنا ولن يهنأ لنا عيش ولن تقر لنا عين حتى تعود الحقوق إلى أصحابها. كانت رسالة واضحة، كانت رسالة واضحة، وخرج في أكثر من مؤتمر دولي وقدم رسالة فلسطين ورسالة الإسلام بشكل واضح وجلي. نعم، لا يستطيع أن يحمل الإسلام صاحب وجهين أو أربعة أو ثلاثة. امرأة فاجرة يعني في 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 المراقص وفي السينمات وفي كذا، ثم تأتي لتدافع عن غزة أو تدافع عن حتى تدافع عن القضية الفلسطينية. أعلم أنك ممكن تقدم حياتك. نعم، أنا أتوقع أني إذا خرجت من الاستوديو وكلامي لم يعجب إسرائيل ممكن أي عميل لإسرائيل يضربني بالنار وأقتل في أبواب القناة، لا يعنيني ذلك. أنا جئت هنا لله ولا أخشى إلا الله عز وجل. نعم، وبالتالي قضية فلسطين لا يحملها إلا صاحب عقيدة. ولا نزكي أنفسنا على الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يرزقنا الإخلاص، ولكن لا يستطيع أن يحملها إلا صاحب عقيدة مخلصة لله سبحانه وتعالى، يعلم أنه سيقدم الدنيا كلها في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى ينال الجنة. نعم، ولهذا الذي يقول عليه الجيش الإسرائيلي نحن لم نستطع أن نهزم كتائب القسام، لأن كتائب القسام يحبون الموت ويقولون أنهم بالموت سيقابلون الله. نعم، انتهت القضية. هذه رسالة وبرقية بسيطة جدا توضح لماذا القسام يثبت، لماذا القسام ينتصر، لماذا القسام يصنع يعني انظر أخينا إلى معجزة القسام في غزة حقيقة. يعني الآن القسام في كما يقول الأخ أسامة حمدان، الصاروخ الذي يضرب يصنع بدله صاروخ في نفس اللحظة، في ساعة يتم صناعة نفس الصاروخ. القنابل نصف مليون قنبلة عندنا يعلنونها، نشاهد الآن الدبابة تفجر أيضا. نعم، يعلنونها هكذا صراحة. نعم، القسام يعلنها صراحة، نحن عندنا نصف مليون قنبلة. نعم، إذن هذا الجوع وهذا الحصار، ثلاثة أشهر الآن، نحن في الشهر الرابع. نعم، أربعة أشهر غزة بدون رواتب، غزة تعاني من انقطاع الكهرباء، لا كهرباء عندهم، تأتي الكهرباء 8 ساعات وتتقطع الكهرباء طويلة اليوم. الماء عندهم ملوث بمياه المجاري والبلاعات أكرمك الله إلا من رحم ربي. نعم، وتتفجر هذه المياه إلى الشوارع. غزة تعاني من قلة الديزل ومن قلة البترول، اضطروا إلى درجة أنهم يصبون الزيت في داخل السيارات حتى تسير السيارات. نعم، غزة تعاني من شحة في كل شيء إلا في القيم. نعم، ولهذا هي أفضل ما في الأمة حقيقة، أنا أقولها صراحة، هي أنقى ما في الأمة وأرقى ما في الأمة، لأنها هي تفقد مقومات الدنيا
ولكنها هي في رقي وباستمرار في هذا الرقي في مقومات الآخرة. نعم. طيب أستاذ إلهام، إذا ما تحدثنا أيضا على النجاحات الميدانية التي حققتها المقاومة، اليوم أيضا القسام تعلن إطلاق 65 صاروخا باتجاه تل أبيب وحيفا ومطار بن غورين نعم. واستهدفت 7 آليات وقتلت 8 جنود الصهاينة اليوم، يعني نعم. ناهيك عن الجنود السابقين، ناهيك أيضا عن الطائرة بدون طيار التي فاجأونا بها، ناهيك عن القنابل التي أكد الناطق باسم حركة أو كتائب القسام أنها ستوزع بدل الحجارة لشباب فلسطين. هذه النجاحات التي حققتها في ظل الحصار المستمر على قطاع غزة من أين جاءت؟ أقول لك شيء، هناك معجزة عظيمة في داخل غزة. غزة أرض مفتوحة ساحلية لا جبال فيها. العدو الصهيوني عندما يدخل ويقتحم غزة ويعتدي عليها ويقول نحن لا نستطيع أن نرى كتائب القسام، أين يذهب القساميين؟ أين يختبئون؟ يضربون الصواريخ والقنابل ويضربون بكافة الأسلحة ويلغمون الأراضي تحت الدبابات الإسرائيلية ويقتلون الجنود الإسرائيليين، أين يذهب القسام؟ يشتغل القسام بعقلية عسكرية ليس لها مثيل في العالم. ولهذا ارتباطهم بالله سبحانه وتعالى والحق أم الاختراع والإصرار والعزيمة على أن هذا حقي لابد أن أنتزعه انتزاعا لأنه لن يعطى لي، هذه كلها المقومات ساعدت. البيت الذي ليس فيه شهيد في غزة يعتبر عندهم بيت، يعني أهل البيت أنفسهم يشعرون. أنا طبعا أعرف كثير في غزة، أعرف كثير بغزة، نساء ورجال وأطفال وشباب يعرفونني تماما، ولهذا يعني يرون أن البيت الذي ليس فيه شهيد بيت ناقص وكأن الله سبحانه وتعالى غير راض عنهم، فإذا ما زف شهيد من هذا البيت قالوا الحمد لله رضي الله عنا الآن. بهذا النفس وبهذه الروح العالية، ما الذي تتوقعه وما الذي يعني تنتظره من المقاومة؟ رأس الحربة هي غزة وصمود غزة أحيا الأمة. نحن لم نفجر ثورات الربيع العربي ولم تصمد نساء الوطن العربي في ميادين وساحات ثورات الربيع العربي إلا وهن يقتدين بنساء غزة، إذا استشهد لها ابن تحتضنه وتقول لست أنا بأقل من المرأة في غزة عندما تضحي في سبيل الله. صحيح. إذا قدمنا على قضايانا بعقيدة ليس فقط سنسود العالم ولكن أيضا سنضرب للعالم مثل رائع جدا، وسنقدم رسالتنا الإسلامية بطريقة راقية ومشرقة وبطريقة فعلا نحقق فيها قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقط علينا أن نفهم رسالتنا حتى نستطيع أن نقدمها لغيرنا. طيب أستاذ إلهام، الوقت بداهمنا كما يشير المخرج، إذا ما تحدثنا أيضا عن فشل رهانات السلطة الفلسطينية برئاسة عباس على مبادرة أوسلو وغيرها التي خذلت الشعب الفلسطيني ولم تحقق هذه المبادرات شيء للشعب الفلسطيني كما تحقق المقاومة الانتصارات تلو الانتصارات لأبناء الشعب الفلسطيني. المبادرات الفلسطينية التي مثلها جميع الذين فاوضوا إسرائيل هي من أجل أمن إسرائيل يا أخي. يعني نحن الآن علينا أن نتحدث بوضوح، ونحن في زمن الوضوح الآن، ونحن في زمن التمحيص، ولن تقام للإسلام دولة وترفع له راية المعذرة إلا إذا محصت وفعلا يعني تمايزت الصفوف وظهر أهل الإيمان وظهر أهل الكفر والنفاق. لا نضحك على غيرنا أو على بعضنا البعض. الذين فاوضوا إسرائيل هم الذين كانوا يصومون في رمضان ثم يذهبون على موائد إسرائيل فيفطرون عندهم. هم الذين كانوا ينزلون في المطارات فيستقبلون نساء إسرائيل بالأحضان والقبلات. هم الذين يسهرون عند شيمون بيريز وعند غيره نتنياهو وإلى آخره من الحكام الذين سبقوه. هم الذين سكتوا على الأسرى الفلسطينيين وهم يعانون ولن يتم إطلاقهم إلا عندما حماس أطلقتهم بشاليط، وإن شاء الله بإذن الله ستطلق البقية. الآن لا نذهب بعيدا، 5000 أسير فلسطيني، 1000 أسير غير 5000، 1000 أسير محكوم عليه إداريا يعني بدون محاكمة بدون جريمة بدون إدانة في سجون إسرائيل، 150 طفل، كثير من النساء ما يقارب 30 امرأة، كل هؤلاء. أنا أسأل أبو مازن
أليس في دمك إحساس وشعور إنساني وليس دين؟ لا أتكلم عن الإسلام الآن، ولكن أقول لك يا أبو مازن، ألا يتحرك في دمك عرقا فيه دم ونبض حي تغار على بنات شعبك الذي أنت رئيسا لهم؟ لماذا هم في السجون وأنت تتنعم؟ لماذا هم في السجون وأنت تنام؟ كيف يأتيك النوم وتغمض عينيك؟ لماذا هم في السجون وأنت تسهر مع اليهود وتضحك معهم وتستقبلهم بالأحضان؟ أنت ومن تبعك ستبوؤون بالفشل، ولن تقوم لفلسطين قائمة بكم، ولن تقبل بكم فلسطين، لن تقبل بكم فلسطين بهذه الطريقة. إما أن تصطفوا إلى صف المقاومة وانظروا المقاومة ماذا تفعل بإسرائيل، أو أنكم ستذهبون في مهب الريح وسينساكم التاريخ. اختاروا ما شئتم من مصر. إذن أستاذة إلهام، الوقت داهمنا في دقيقة، ماذا توجه الأستاذة إلهام كونك أيضا عضو هيئة إدارية لجمعية الأقصى، هذه الجمعية التي أيضا يشهد لها بالخير الكثير الذي قدمته للمقاومة وللشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة؟ نعم، أوجه رسالتي إلى الشعب اليمني المسلم العظيم وأقول له، أيها الشعب الحبيب، اعلم أنك إذا قدمت بكلتا يديك، والله لو قدمنا بكلتا يدينا جميعا 25 مليون نسمة، أموالنا، ذهبنا، ما نستطيع، لن نستطيع أن نقدم ما يقدمه الشعب الفلسطيني من أجل قضية بيت المقدس والأقصى وفلسطين. أهل غزة تدمر بيوتهم وتنتهك أعراضهم، لا أقول في أهل غزة، لكن أهل غزة الحمد لله ربنا عافاهم من انتهاك الأعراض، ولكن في الضفة وغيرها. أهل غزة عندهم الأسرى، وأهل فلسطين عندهم الأسرى، أهل بيت المقدس قصتهم مأساوية، وإن كانت ليست الآن هي قضيتنا عن بيت المقدس، ولكن فيها من المآسي الكثير. لن نتطرق إليها الآن. ما يحدث في غزة هو الطريق. ما يحدث في غزة إن شاء الله هو بوابة العبور إلى بيت المقدس بإذن الله عز وجل. الآن الذي يقدمه أهل فلسطين وشعب فلسطين في الداخل وفي غزة تحديدا لا يتساوى مع أي شيء سيقدم في كل الوطن العربي والإسلامي، لا يتساوى. يقدمون الأرواح رخيصة في سبيل الله، يقدمون بيوتهم. أم نضال فرحات كانت امرأة كنت أعرفها رحمها الله عز وجل، وكانت علاقتي بها خاصة جدا. فعندما كنت أتحدث معها في ليلة من ليالي رمضان، وطالت المكالمة 45 دقيقة. بعد أن انتهت المكالمة أنا أغلقت الموبايل لأنه كان وقت سحور، أغلقت الموبايل وقمت إلى أمور البيت وكذا. الصباح الساعة 9 أفتح الموبايل ألاقي أول رسالة، أول مكالمة من أم نضال فرحات. استغربت، ما أنا آخر مكالمة كانت مع أم نضال، ما الذي دفع هذا التصبيب مرة أخرى بدري؟ فاتصلت لها، خير يا أم نضال، ما هناك؟ قالت لي أنت لم تفتحي الأخبار، شفت الجزيرة؟ قلت لها لا. قالت لي مش دمروا بيتنا؟ لما كنت أتكلم معك يا إلهام كانت الطيارة الإسرائيلية تقول تتصل بي، وكان يطلع عندي مشغول مشغول مشغول، لما سكرنا احنا الخط أنا وأنت تتصل لي الطائرة الإسرائيلية تقول لي ليش شاغل الخط 45 دقيقة؟ الله الله، يعني كمان معترضين حتى كليش. أتكلم اخرجي من البيت سندمر البيت الآن. قالت والله ما استطعنا انا واولادي واطفالهم وزوجاتهم الا ان نلبس ملابسنا وحجاباتنا وننطلق الى الشارع، ودمر البيت امام اعيننا. قلت لها طيب، انا طبعا حزنت واعتبرتها كارثه. قلت لها طيب يا ام نضال كيف حتعملوا؟ قالت ليش انت حزينه؟ نحن نقدم في سبيل الله ارواحنا. اذا هذا السؤال نعكسه على امه الاسلام وليس على الشعب اليمني فقط. ما الذي قدمنا نحن للإسلام؟ ما الذي قدمناه لقضية فلسطين؟ ولهذا علينا أن نتدافع، والله نحن سنسأل في قبورنا وعند الصراط على هذا الأمر، سنسأل ماذا قدمنا له. لابد أن نقدم ما نستطيع الآن، أما ما من المال طبعا. أما الشيء الآخر الذي علينا أن نقدمه، علينا أن نكثر من الدعاء وقيام الليل، علينا أن نكثر من الاستغفار والتوبة، علينا أن نربي أبناءنا على أن قضية فلسطين هي قضية عقيدة، وأن هذا الدور دورهم، عليهم أن يفتحوا بيت المقدس وأن يحرروا فلسطين. لن نعيش 60 و70 و80 و100 سنة بدون فلسطين المسلمة. عليهم الدور قادم، نحن سنربي وهم سينفذون بإذن الله عز وجل. ولهذا غدا بإذن الله سنتبارى على الجمع المالي، بل الجهاد المالي الذي أدعو إليه وهو فريضة الوقت، وعلى الدعاء وعلى تربية أبنائنا، وعلى أن نذكر أنفسنا دائما بأن قضية فلسطين هي قضيتنا وليست قضية أهل غزة. صح. وأن الذي في غزة هم أهلنا ودمنا ولحمتنا
وأن المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، وإذا تداعى إذا أصيب يعني عضو في من بالسهر بالحمى تداعت له باقية الأعضاء بالسهر والحمى. نعم. إذا نجدد الدعوة لجمهورنا الكريم بالحشد الكبير يوم غد في نعم. جمعة الانتصار لغزة إن شاء الله في شارع الستين، الجميع مدعوون لحضور هذه الوقفة التضامنية وصلاة الجمعة في شارع الستين لنرسل للعالم رسالة مفادها أن الشعوب العربية ما زالت بخير وأن النصر بات قاب قوسين أو أدنى. أشكر في ختام هذا اللقاء وأن الأمة الإسلامية أمة واحدة إن شاء الله نعم. تعالى وستكون كذلك والنصر إن شاء الله بات قريب. أشكرك نعم. أستاذة إلهام نجيب عضو الهيئة الإدارية لجمعية الأقصى عضو مؤتمر الحوار الوطني، كما أشكر أيضا الدكتورة سمية الشرجبي عضو مؤتمر الحوار الوطني كانت ضيفة عبر الهاتف. أشكركم أنتم مشاهدين الكرام، دمتم ودام الوطن بخير.